الحقيقة في الفترة الأخيرة النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي بكل مكان حلمهم اتصاعد، يعني ما بقوش بس بيحلموا بمجرد التواجد في كأس العالم للأندية، لا دلوقتي بقينا بنتكلم في الآمال المعقودة على إن احنا نشوف النادي الأهلي في نهائي كأس العالم للأندية. بالمناسبة طبعا زي ما حكيت حضراتكم متابعين وزي ما اتكلمنا معاكم أنا ومريم في حلقتنا النهاردة، امبارح كانت القرعة وأولى مباريات النادي الأهلي إن شاء الله هتتلعب يوم 15 ديسمبر وهيواجه فيها الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي. النسخة دي من بطولة كأس العالم للأندية نسخة في منتهى الأهمية بالنسبة لنا لأن طموحنا كأهلاوية بيزيد مع كل مشاركة لينا، وده اللي كولر شخصيا قاله ويمكن أكتر من مرة كمان، فكرة إن الجمهور عينه على كأس العالم بعد ما حققنا العلامة الكاملة في الموسم اللي فات، وإن شاء الله إن شاء الله إحنا كلنا ثقة في الجهاز الفني وفي اللاعبين إن هم يفرحونا الموسم ده. عندنا كلام كتير عايزين نتكلم فيه عن القرعة وعن الأهلي وعن اللي جاي في مشوار النادي الأهلي محليا وقاريا وعالميا مع ضيفنا اللي منورنا الأستاذ كريم فضل الناقد الرياضي. صباح الفل عليك يا كريم وأهلا بيك معانا. صباح الفل يا أستاذ كريم، صباح الفل يا مريم، أنا مبسوط جدا أو بكون مبسوط إن أنا بكون معاكم دايما. نورنا نورنا يا كريم دايما. شفت إزاي القرعة امبارح؟ يعني يمكن فكرة إن احنا هنقابل الفائز من مباراة أوكلاند سيتي واتحاد جدة، لسه كنا بنتكلم يمكن خلال الحلقة بنتكلم عن فكرة وجود هنا لو قابلنا اتحاد جدة، وهو الحقيقة ان هو اقرب ان احنا نقابله اكيد، وجود الجماهير في السعودية سواء جماهير السعودية لاتحاد جدة وجماهير النادي الاهلي، في جماهير كتير جدا للنادي الاهلي داخل السعودية، شايف ازاي ممكن تكون المواجهة دي والقرعة بشكل عام؟ هو في البداية خلينا نتفق ان النظام ده متبع منذ فترة، يعني منذ تنفيذ البطولة بالشكل الحالي ان بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبية بيبتعدوا عن المرحلة دي، فبالتالي انت بتلعب بطل اقانوسيا والمنظم او الممثل عن الدولة دي، فطبيعي جدا انك يا هتقابل ده يا هتقابل ده. فكرة انك تلعب اتحاد جدة دي حاجة عظيمة جدا ان يكون في فريق عربي، على الاقل نضمن ان فريق عربي يصل لمرحلة نصف النهائي. بالطبع نتمنى يكون النادي الاهلي ممثل مصر والقاره افريقيا، ولكن هتبقى اجواء جماهيريه قويه جدا زي ما انت بتقولي. الجمهور المصري يعني البطوله دي هتقام في السعوديه، يعني تعتبر في مصر، مش هنروح بعيد يعني. اتحاد جده فريق كبير وعنده عناصر قويه جدا جدا وعمل تدعيمات كبيره جدا جدا، لكن يبقى الاهلي بمن حضر. الاهلي انا لازلت شايف يعني ان هو يمتلك الحظوظ الكبرى انه يصل للنهائي زي ما استاذ كريم عمل المقدمه بتاعته، وده يعني كان ممكن يتحقق في البطوله الماضيه والبطوله اللي قبلها، فان شاء الله الثالثه تبقى ثابته بقى، يعني ايه نصل للنهائي المره دي ان شاء الله. ان شاء الله. طيب فكره، تعال نقف شويه عند اتحاد جده تحديدا، وانت طبعا سيدي اللي عارفين الفتره الاخيره والكلام اللي كان داير عن محمد صلاح، ولاحظنا كمان في الفتره الاخيره ان نبره بعض الزملاء الاعلاميين في البرامج الرياضيه في المملكه العربيه السعوديه ابتدت، او البعض منهم ابتدى نبرته تتغير شويه بعد ما بقى في مؤشرات كتير بتقول ان محمد صلاح مش رايح لاتحاد جده، وبقينا نسمع البعض منهم بيقول مش فارقه كتير ما احنا عندنا لعيبه زي الفل وحاجات زي كده. فالتفصيله دي ممكن تفرق في ماتش اتحاد جده مع الاهلي بأي حال من الأحوال؟ أكيد. الجماهير هي الجماهير في أي مكان في العالم، كل جمهور نادي بيحلم إن هو يكون عنده أفضل اللاعبين في العالم، ومين ما يحلمش إن يكون عنده محمد صلاح في فرقته. محمد صلاح يعني ميجا ستار مش سوبر ستار طبعًا عادي طبعا. بالفعل كان في ضغوط قوية جدا 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 بتمارس عليه إن هو ينضم لاتحاد جدة بالتحديد، سواء ضغوط مالية أو إغراءات أخرى، يعني هيكون سفير، هيكون الحقيقة كل أشكال الإغراءات اتحققت بالظبط. وأنا بشكل شخصي كنت متوقع ده وقلتها مع حضرتك من لو تتذكر من حوالي أكتر من شهرين لما قلت لك إن في نجوم كتير وهيكون من ضمنهم محمد صلاح، وكنت على تواصل مع أحد الصحفيين السعوديين الكبار يعني، قال لي المعلومة دي من حوالي 10 أيام، قال لي إن بالفعل تقدموا بعرض لوكيل محمد صلاح ومع إدارة النادي وأخذوا خطوات واسعة، لكن في النهاية صلاح قرر البقاء في ليفربول، حقه يعني، وده يعني اختيار الكثير جدا بيشوف إنه قرار صائب، قرار صح. وناس تانية لا، شايفة إن أنت كنت هتاخد مبلغ أكبر، هتعلي وهتكون ممكن تكون بوابه للاعبين اكتر مصريين ان هم ينضموا للدوري السعودي في زمره المحترفين الكبار. انت شخصيا شايف يا كريم في النقطه دي؟ لو انت كنت مكاني، لو انا ككريم لا كنت هكمل في ليفربول.